شوف هذا نشم واحد اشوف. الصفرة أول فلحناها وماتت، جبنا مبيد وأعشاب وغطى عليها خالص وردينا فلحنا من جديد، وقلنا الحمد لله أنه صارت الصفرة ونجحت، بل أخير شالتها الدودة خالص، ما خلت شالت الأخضر واليابس، وأحنا ضعفاء الدودة هالصفرة، أحنا تكاليفها كلها بدين، البذار بدين، السماد بدين، افلاح الارض بدين، المبيدات بدين، كليتها متراكبه علينا، والحظ مسجلينها علينا بالدولار، حتى ما مو بالسوري بالدولار مسجل. فاحنا اذا هالصفره ما حد ساعدنا، ما حد اطلع علينا، ما حد رحمنا، معناته خرب بيتنا. انا معالجه 5 مرات الصفره هاي، 5 مرات وما بي فايده. نقدم للفلاح بذورات محسنة ومبيدات الموجودة بالمنطقة، لكن مع الأسف المراقبة على هالمواد هي مراقبة ضعيفة جدا جدا، خارج طاقة المراقبة على ما يبدو، يعني ما عم تتراقب مضبوط. دليل عليها دخلت علينا بذور ذرة صفراء منها سيلاجي ومنها عالي الانتاج، الفلاح ما يعرفها، ولا انا كموزع بذار ما راح اعرف اذا ماش اللي عم يجيب البذار لازم يبين شنو البذورات اللي عم تجي، هي بذور مشان سيلاج ولا هي بذور زياده انتاج ولا هي بذور عاليه الانتاج. هي تعديناها لانه انخرب بيت قسم كبير من الفلاليح، طلعت بذورهم سيئه جدا، اعطتنا نمو خضري فقط تنحش حشيش مشان تعمل منها سيلاج كعلف للابقار والغيره والثروه الحيوانيه. كيس حقه 60 70 80 دولار وصل 90 دولار. الحبيب يا عروس من عم على الهواء انقرفت. طبعا حتى اثناء جولتنا احنا لاحظنا انتشار انواع من الحشرات غير مسجله سابقا بالمنطقه، يعني لاحظنا وجود دوت الجيش الجنوبي على الفصة على الفول الصويا بشكل كبير جدا بشكل كارثي. طبعا الشيء هذا ينبئ بخطوره للمستقبل، يعني الشيء شفنا انتشار الدودة حجم الانتشار سابق كان موجود بشكل بؤر صغيرة، الكثافة ضمن الحقل الواحد قليلة، ولكن حاليا أصبحت بشكل مخيف مخيف جدا. ما تصير